هذا البرنامج برعاية STC. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي بموضوعية. في هذه الحلقة نتناول القطاع العقاري من خلال إحدى الشركات الكبرى في المملكة والرائدة في القطاع العقاري، وهو شركة دار الأركان. في هذه الحلقة نستضيف رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يوسف الشلاش، وهو رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان المعروفة والمدرجة بسوق الأسهم السعودية. مرحبا فيك ابو محمد. يا اهلا وسهلا، حياك الله ابو فوز. اول شيء، القطاع العقاري يعني يعتبر يعني هو مخزن المال، او على الاقل نقول لك كل الثروه ممكن تتركز في القطاع العقاري. خلينا اول شيء نبدا من خلال اكبر شركه عقاريه تقريبا موجوده في المملكه. وش اللي حصل من 2008 الى اليوم، باعتبار انه كانت بدايه الازمه الماليه؟ هل تاثرت الشركه، ما تاثرت؟ كيف المسيره هذه خلال الاربع او خمس سنوات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هو الخمس سنوات الماضية، أو خلينا نقول من 2000 أو الأربع سنوات الماضية من سبتمبر 2008 إلى اليوم، الأسواق العالمية كلها تأثرت تأثر كبير جدا، بالذات بدأت طبعا هي الأزمة في ما يسمى بأزمة الرهن العقاري، وهذه مرتبطة بقطاعين رئيسيين، قطاع البنكي وقطاع العقارات نفسه، أو القطاع العقاري أو قطاع الهاوسينج بالذات أو السكني من العقاري. ثم ازدادت الأزمة إلى أن سحبت معها أيضا مؤسسات أخرى، وسحبت مشاكل أخرى، وأفرزت إفرازات أخرى ومنتجات أخرى، وصارت أزمة من أزمة ائتمان إلى أزمة اقتصادية، إلى أن صارت أو أتى بما يسمى بالركود اللي مر على كثير من الدول. انتقلت من 2008 إلى 2010 أو نهاية 2009 إلى أنها من أزمة كوربريت أو أزمة شركات إلى أنها تكون أزمة دول. كبرت المشكلة. كبرت المشكلة. أنا ما ودي الحقيقة أتوسع في هذا الجانب وكيف الأزمة هذه أثرت، لكن خلنا نتكلم على تأثيرها العقاري. بالضبط. ولكن نحن كشركة يمكن نكاد نكون الشركة الوحيدة اللي في البلد انتهجت ما يسمى باللافرج موديل، أو أسلوب التمويل طويل الأجل للتطوير العقاري. وصدرنا عدة إصدارات في 2006 و2007 كسكوك، يعني كسكوك وكأوراق مالية. بدأنا مشاريع الحقيقة كانت يعني ما توقف شيء ضخمة. نعم، مشاريع ضخمة جدا في 2008 و2007، وبعدها في فترة وجيزة بدأت الأزمة. كان أمام الشركة خيارات الحقيقة قليلة جدا، إما أنها توقف مشاريعها هذه اللي بدأتها، لأنه في نهاية 2008 بدأت الأزمة، فسوق التمويل تقريبا شبه توقف، مو بشو توقف إلا توقف، توقف تام، البنوك وقفت بشكل مفاجئ، وهذا بعد للأسف يعني سبب يمكن مشاكل أخرى. فلا عقار يعني حتى اللي وضعه زين وجيد هذا صارت له مشكلة بسبب توقف المؤسسات المالية عن الإقراض بشكل مفاجئ. طبعا قد يكون لهم أعذارهم، قد يكون لهم يعني شؤونهم الخاصة، أنا لا يعني ليس هذا الآن أو هذا لا نعناها الحين في النقاش وش مشاكل المؤسسات المالية. كم يستمر طيب هذا الوقف المفاجئ؟ والله للأسف لا يزال الوضع الإقراض ضعيف جدا لهذا القطاع، أنا أتكلم القطاع للتطوير العقاري، لا يزال شبه إما ضعيف أو شبه معدوم. فخلينا نرجع مهما إلى قدمت من ضمانات، يعني للأسف المسألة ما ليست مسألة ضمانات، المسألة تجاوزت هذا الأمر إلى مسائل
تشعبت والمشاكل وصارت أزمات دول وصار في أزمة يعني شح في الإقراض بشكل كبير جدا، وصار في تحول لدى كثير من المؤسسات المالية ومؤسسات الإقراض إلى أن بدل ما تمول الكوربريت أو تمول الشركات تمول الأفراد. هذا جيد أنها تركز على الأفراد، ما في شك، ولكن أيضا الشركات لها دور بالذات فيما يخص قطاع، يمكن كانت الضربة قوية عشان كذا، ربما هذا سبب. ولكن أيضا الضربة جت لأسواق بعيدة حنا يعني، أو بالأصح لا تنطبق العوامل اللي في هذه الدول سواء في أمريكا أو في أوروبا على العوامل اللي موجودة عندنا. احنا على العكس، احنا لا يزال القطاع قطاع في بدايات القطاع، لا يزال فيرجن مارك. طيب وين موقع وين موقع دار الأركان من هالأزمة، توقف التمويل، انتوا ايش سويتوا؟ جميل جدا. هنا الآن انا اعود على 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 سؤالك، ماذا حصل لدار الأركان في الأربع سنوات الماضية؟ دار الأركان واجهت هذه الحقائق، انه التمويل توقف، هذا رقم واحد. رقم اثنين، دار الأركان قامت بتوقيع اتفاقيات مع مقاولين لتطوير أكثر من 6 مشاريع ميجا بروجكت أو مشاريع ضخمة، ولما توقع مع المقاول يا أبو فوزان هذا التزام لمدة سنتين 3 سنوات، it's a commitment. الآن توقع أنت، وأسوأ شيء أنك توقف في منتصف المشروع، سيء لك، سيء للمقاول، سيء للمشروع، سيء يعني هذا أسوأ شيء ممكن تقوم فيه. مهما كلفك لا تلجأ إلى هذا الخيار، يفقد مصداقية، تفقد مصداقيتك، المشروع يفقد الجزء الأعظم من قيمته، المقاول يدخل في مشاكل عديدة جدا، يعني الوضع يكون سيء جدا. وقعت 3 مشاريع تقول؟ لا كلها، 6 مشاريع كانت موقعة قبل الأزمة، قبل سبتمبر 2008. جميل. فكان أمامنا طبعا بالمليارات بالضبط. فكان أمامنا خيارين، إما أننا نكمل هذه المشاريع، طبعا ما أمامنا إلا أن نكملها الحقيقة، ما رأينا خيار آخر أننا نوقف هذه المشاريع. نوقف مشاريع جديدة هذا ممكن، لكن مشاريع وقعتها هذا التزمت فيها لازم انك تكملها، هذا الامر. الامر الثاني، الاقراض توقف. الامر الثالث ليس توقف فقط، انما ما يحل من هذا الاقراض اللي عليك البنوك تطلبه ولا تعطيك بديل له، يعني تسدد، كان عملية تجفيف بالضبط. فصار الشركة الحقيقة أمام هذا الواقع الصعب. هذا متى؟ هذا نهاية 2008 وبداية 2009. أوكي. بدأت الشركة تتعايش مع هذا الواقع الجديد. طبعا هذا الواقع الجديد أنا الآن بعد 4 سنوات أشرح لك إياه بدقيقتين، لكن ما استوعبه الجميع إلا بعد مرور وقت. طيب كمل لي السيرة، يعني القصة. أنا أكمل لك بس إنما الشركة أرادت أنها تتعايش مع هذا الواقع، غيرت في البزنس موديل حق الشركة. قلنا إذا خلاص يجب أننا نتعايش مع الواقع. على مدى الأربع والخمس سنوات الماضية يا سيد راشد، الشركة كانت اقترضت قرابة 12 مليار سددت 8 منها. ممتاز. 8 مليار يعني أكثر من ما يقارب 70%، 72% من حجم القروض اللي على الشركة سددت في مواعيدها. الشركة كان عندها الخيار أنها تعيد جدولة هذه الديون، ولكن بتكون بشروط مجحفة أو بتضر بسمعة الشركة. لا، الشركة انتهجت أو أخذت الخيار الصعب أنها تسدد on time. جميل. بنفس الوقت التزمت أمام جميع مشاريعها، ما في ولا مشروع توقف. قد يكون هناك مشروع تأخر بسبب أو بآخر، لأسباب تصاريح، لأسباب تعديلات أخرى، لأسباب، لكن توقف في مشروع لا يوجد أي مشروع لدى الشركة متوقف. كل المشاريع اللي جميل. فالتزمت أمام مشاريعها، التزمت أمام دائنيها، التزام أمام الدائنين وأمام المشاريع. جميل. يعني تجاهين. نعم. التزمت أيضا أمام مساهمينها.
انا اشوف انه يعني الكثير من الناس يذكرون انه الشركه ليش ما 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 صرفت ارباح. هذا كان سؤال عندي. جميل، اجل نستفق الان نجاوب عليه. طيب. الشركه في الثمان سنوات الاخيره خمس سنوات وزعت ارباح، سنتين فقط اللي ما وزعت ارباح، وسنه وزعت ارباح اسهم. ليش ما وزعت ارباح نقديه؟ طبعا اللي هي السنتين الاخيره هذه، لانه كان بالفعل حجم الكاش اوت او حجم النقد الخارج من الشركه لسداد الالتزامات ضخم جدا، فكان يصعب على الشركه انها تسدد ارباح وتصرف على مشاريع لظروف الازمه بالضبط، وايضا تسدد الدائنين. ومع ذلك انت لما تنظر الى الصوره العامه ككل الخمس سنوات الاخيره، الخمس سنوات الاخيره انا قلت لك الشركه سددت 8 مليار وزعت ما يقارب 4 مليار ارباح، وايضا قامت باعطاء اسهم مجانيه ما يقارب 5 مليار. ارقام هذه كلها احصائيات، ترى ما فيها اجتهادات، ما اقدر اجتهد فيها، تدخل على تداول موجوده. اي موجوده، ما فيها يا ابو استاذ راشد يعني اي. طيب. اي نعم، والارقام ما تجاملني ولا تجامل يعني ما. طيب فسر. فهذا الان الواقع اللي مرت في الشركه. طيب ماذا عملت الشركه؟ كيف تعاملت مع الواقع الصعب هذا؟ طبعا احنا كشركه، احنا شركه خاصه برايفت، يعني بيور برايفت، ما في ملكية حكومية ولا صناديق ولا شيء. لا جيد، ولا في دعم حكومي أو شيء من هذا القبيل، لأنه في شركات تطوير عقاري كثيرة سواء في الخليج أو في غير الخليج كانت حظيت بدعم حكومي بصفة مباشرة، ولا لكم تميز في المشاريع بصيغة مباشرة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولا لكم تميز إما بكاش أو بإعطاء أراضي مجانية، أو إحنا ما تلقينا أي شيء من ذلك إطلاقا. شركة سددت جميع التزاماتها من مواردها الذاتية، أراضيها تشتريها شراء، ما أخذنا أي أرض مجانية أبدا، ولا عمرنا أخذنا أرض مجانية في تاريخ الشركة. طيب قل لي ليش سعر السهم أقل من القيمة الإسمية؟ جميل، هذا سعر السهم هذا يسأل عنه السوق الحقيقة، أنا أدير الشركة يا أستاذ راشد، ما أدير السهم، وهذا يعني شوف أنا ما أبغى تقول إنه يستحق ولا ما يستحق، يمكن حتى غير نظامي وقانون الكلام هذا، لكن هذا يعني يفسر لي انه هالوضع المالي الجيد اللي تقول لي الان وهو كله ريكورد ومدون وكل شيء لا يعكس، انا اقوله، قيمه السهم اللي موجوده بالسوق، يعني اللي قاعد يصير انه عدم وضوح رؤيه. جميل، خلينا نتكلم على هذا الجانب اذا اردت، عدم وضوح رؤيه في الوضع الراهن هالحين اللي انا نتكلم فيه، بس انا اجاوبك على سؤال السابق يا استاذ راشد اللي هو وش اللي صار بالاربع سنين اللي راحت؟ اللي صار انه الشركه سددت ووفت بكل التزاماتها زي ما ذكرت لك، مشاريعها موجوده، انا ما اقدر اقول لك الحين انت تقدر تروح للمشروع القاسم، ما في ولا مشروع واقف يعني، ولا مشروع واقف. قد يكون في مشروع اخذت مشاريع جديده. طيب. على كيف بعد 2008 اخذت مشاريع جديده؟ مشروع واحد جديد اللي هو طبعا الشركه ايضا صرفت على مشاريعها، انا اقول لك الكاش اوت 8 مليار قلت لك ايش وين راحت؟ هذه للدائنين سددت 4.5 مليار راحت ارباح، 6 مليار راحت على المشاريع اللي موجوده اللي طورت، تقدر تروح تشوفها في القصر، في القصر مول، في شمس الرياض، في شمس العروس، في التلال، في اشبيليه، مشاريع موجوده وقائمه تقدر تروح تشوفها الحين. جميل، 6 مليار، 4 مليار شراء اراضي جديده للتوسعات المستقبليه. فالشركه طبعا لا يمكن اننا نوقف شراء المشاريع، ممكن تقولي ليش تشتري اراضي جديده وتبدا مشاريع جديده، لا يمكن ان يتوقف كشركه. طيب هل يتوقف العمل؟ طيب هل كبر حجم الشركه الان وكراس مال هو اللي اثر على قيمه السهم؟ يمكن الان كبر الحجم، نروح خلينا يعني نرجع الى الصوره اللي انت يمكن تبغى تصل لها، لان المساهمين او المستثمرين في السهم الان ما يجدون تفسير، يقول ليش السهم وضعه كذا؟ ليش منخفض؟ ليش يعني ما يعكس قيمته؟ طيب جميل، خلينا نكمل بس ما حصل، نفهم وش اللي حصل. طيب. يمكن هذا يشرح. طيب تفضل. جميل، عشان بس ما نقفز الى نتائج او الى خطوه ما بعد اولا خلينا نفهم ايش اللي صار.
طيب. مش اللي حصل. اللي صار بالضبط خلال الأربع سنوات الماضية هالصعوبات اللي قلت لك إياها، توقف الكاش أو التمويل أو الإقراض بصورة مفاجئة، هذا يضر في أي عمل. سكروا حنفية. بالضبط. بالضبط. مو بمشروعنا حنا كشركة أو مشاريعنا كشركة، يمكن كل أغلب الشركات تعاني من هذا الأمر، ما أعتقد أن هذه حنا لوحدنا اللي نعاني منها، يمكن مشاريع يا أخي ضخمة وحيوية ويمكن جدواها الاقتصادية أحسن من كثير من مشاريعنا، ومع ذلك تعاني من 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 مشاكل في التمويل. شركة مثلا جبل عمر، يعني أنا أتمنى هذا المشروع يا أخي، مشروع مقابل للحرم، يعني ما أعتقد إنه بحاجة إلى جدوى اقتصادية. هذا فيزب وأبصم لك بالعشر إنه فيزب، إنه مجدي، يعني مشروع 100 متر عن الحرم يصب ذهب. هذا هذا ما هو أرضي، هذا ذهب، ومع ذلك توقعت يعني. وهكذا يعني وش الحل برايك انت؟ هذا موضوع ثاني. انا مشاكل التمويل اللي سال عنها البنوك، لا بين قوسين لا تسالني انا عنها. يعني ليش انت اكيد فوضت البنوك وصار نقاشات على التمويل والتمويل، هم وش وجهه نظرهم؟ ما ادري، يمكن التخوف، يقولون اللي ينقرص من الداب يخاف من الحبل، ربما ما ادري. هم يعنون بهذا الامر وهم يجاوبون عليه هم لكن انا اتفهم انه مؤسسات التمويل تتخوف من الاقتراض وتطلب وتزيد الاشتراطات، لكن اللي حاصل مو بزيادة اشتراطات. طبعا انت ما تقدر، ما في بنك يقدر يقول بكل صراحة اتكلم معاك انه يقول لك لا ما انا بمول، كان يقول لك بمول، هو شغلي مول، هي شغلي انا مول، ولا يقول لك اني ماني بمول، لا مول، بس حط لك اشتراطات غير قابلة للتطبيق، خلاص انتهت القصة. توقف مع فاصل مشاهدينا، فاصل ونعود. حدث قصة نجاح أو فشل، اكتشف أسرار هذه الأحداث ومن يقف وراءها مع مجلة صانع الحدث. كيونت تتفهم ما هي متطلبات النجاح. الشريك الرسمي للبيع المباشر لفريق ماروشيا F1. صور انك تعيش معنا كلمة الانترنت، اشترك في جود 2 واستمتع بانترنت بلا حدود ب 99 ريال شهريا. البرنامج برعاية STC. من جديد مرحبا بكم في حوارنا مع الأستاذ يوسف الشلاش، وهو رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان، إحدى الشركات الكبرى العقارية في المملكة. مسيرة 4 سنوات، الآن سددتوا 8 مليار، وزعتوا أرباح 4.5 مليار تقريبا،
واشتريت أراضي بستة مليار. باربع مليار. باربع مليار. طيب. وشرينا وصرفنا على المشاريع الموجودة ما يقارب ستة مليار. ستة مليار هذه حقة الصرف. أو ما يتجاوز ستة مليار. طيب الحين وين وصلتوا؟ جميل جدا. أرجع بس أنا إلى إحنا غيرنا في البزنس موديل حق الشركة أو كيف؟ جميل بحيث إنه الميجا بروجكت هذه نجزئها على مراحل ونبيع جزء منها ونمول منها تطوير المتبقي. هذا في مشاريع. مشاريع أخرى نبيع جزء من الأراضي يعني المجاورة المول نفسه. اللي كنا لنا رغبة أننا نحتفظ فيها الحقيقة إلى مراحل ولذلك لو لاحظت الشركة في السنوات الماضية كانت جزء كبير من عوائدها بيع أراضي. طبعا كان الشركة عندها يعني مخفوض. أرض فضاء أراضي إما سواء أي أراضي فضاء. طبعا غالبية الأراضي نبيع أراضي مطورة. احنا نحرص لان على الاقل نبيع اراضي مطوره. جميل. ما ابغى انا ادخل في تاريخ الشركه ما قبل الاربع سنوات. الشركه على مدى السنوات الماضيه طورت يمكن اكبر حجم تطوير في البلد تطوير عقاري مر من جهه واحده من شركه دار الاركان. وهذه يعني احصائيات موثقه موجوده يعني اكثر من 15,000 وحده سكنيه يعيش فيها اكثر من 70,000 نسمه. أكثر من عشرات الملايين من الأمتار المربعة مطورة. مئات الألوف من الأرقام من الأمتار المطورة التجارية سواء مولات أو محلات تجارية أو جميل. هذه الأرقام الحقيقية صعب يعني لا يوجد جهة واحدة عدا الحكومة كجهة عامة. لكن حتى أجهزة الحكومة المتنوعة ما في جهاز واحد فقط طور بهذا الحجم من حجم التطوير الأراضي والوحدات السكنية والوحدات التجارية. جيد. أكبر نسبة من هذا الحجم التطوير تم في الأربع سنوات الماضية أو الخمس سنوات الماضية يعني على الرغم من أنه أعنف أزمة مالية مرت على البشرية. فأنت تخيل أعنف أزمة مالية في الأربع سنين اللي راحت ومع ذلك الشركة سددت 8 مليار من الديون. يعني لما يعني وسددت ووزعت في الأربع سنين أو خمس سنين وزعت 4 مليار وأرباح وبنفس الوقت طورت أكثر من 6 مليار طلعت منها للمقاولين لتطوير هالمشاريع الضخمة هذه. وش قامت بشراء أراضي بحدود 4 مليار. فحنا ملتزمين حتى في المستقبل في الفيوتشر للشركة قمنا بشراء أراضي جديدة في هالفترة للخمس سنوات القادمة. هل في مشاريع توقفت؟ عفوا؟ هل في مشاريع متوقفة؟ لا كلها تشتغلت. طيب اللي تخلصون منه تبيعونه كامل ولا ياخذ وقت يتعثر؟ طبعا هذا موضوع مشاكل السوق يمكن بناتي لها لعلنا في حوارنا هذا وش المشاكل اللي نعانيها بطء الاجراءات وكذا هذا موضوع اخر. لكن انا بس ارجع لك الحين فيما حصل في الخمس سنين اللي راحت او الاربع سنين اللي راحت هذا ما حصل. ومع ذلك للاسف الشركة زي ما أنت ذكرت حطها السوق أو الناس أو الإشاعات أو بصندوق سيء. ليش؟ ما أدري ليش. ليش؟ أسباب عديدة يمكن أنا ما أدري أنا ما يعني ما أقدر. ما تجد مبرر يعني. جميل أنا ما أقدر أضرب رجما بالغيب. لأنه كل هاللي يقال هذا للأسف يقال من خيالات من أشخاص بالإنترنت من ناس مجهولين من يعني. يصعب عليك انك تتكلم معهم. لكن وللاسف يعني هذا يمكن في الاونه الاخيره يعني طيب ليش دار الاركان بكل صراحه ليش دار الاركان يعني يمكن جميل الناس تخيلت او سوت مقارنات انه شركه دار الاركان تستخدم اسلوب التمويل والتمويل هذا يعني اللي حصل في أمريكا بيحصل لها اللي حصل في دبي بيحصل دار الأركان اللي حصل. فالناس بدأت تضع مقارنات غير صحيحة يعني ما حصل هناك. خلنا نأخذها عشان يفهم المشاهد. كم قيمة الأصول عندكم؟ إجمالي أصولنا بحدود 24 مليار هذا قبل السداد السكوك الأخيرة. يعني الأسس اللي تملكونه الآن 24 مليار. إيه نعم.
جميل. حجم الديون على هذه الأصول لا يتجاوز 30%، الآن بحدود 12-13% بعد سداد الصفقة. يعني لو تصفي الشركة الحين تخلصها يبقى لكم على الأقل 18 مليار. بالضبط. يعني دبل رأس مال الشركة تقريبا. هذا باختصار زي ما أنت ذكرت. عندي ببساطة. إيه وجبتها ببساطة. هذا إذا افترضنا أيضا أن أصول الشركة بالقيمة الدفترية اللي مسجلة فيها. طبعا قيمة نعتقد حنا كإدارة أن أصول الشركة أكثر من القيمة الدفترية اللي مسجلة فيها بما لا يقل عن 50%. ويمكن فصحنا عن هذا بالتقرير السنوي بعد يعني هيئة سوق المال قامت بإجراء الحقيقة أخذ عينة من أصول الشركة وإجراء تقييم لها بحدود ما يقارب تقريبا 9.5 مليار من 18 مليار الأصول العقارية طبعا. الباقي الأصول الغير عقارية هذه يمكن سهلة القياس، لكن الأصول العقارية هي اللي يمكن نوعا ما كان لدى الهيئة نوع من الاستفسار عنها هل هي تستحق هذه القيمة أم لا، فقامت باختيار عينة من هذه الأصول 18.9 مليار أكثر من 50% 52% 9.5 مليار. وقامت باختيار مقيمين لتقييم هذه العينة، حددت الميثودولوجي حقت أو المثد حق أو آلية المعيار التقييم وكذا، وعلى أنها تكون هذه الأصول وتقيم على شرط أنها تقيم من كل أصل من جهتين لتعطي رأيين أيضا مستقلات، وطلعت متوسط التقييمات هذه بحدود 15 مليار. يعني معناته أنه في جين أو في ارتفاع حسب المقيمين المحايدين وليس رأي الشركة عن هذه الأصول بحدود 50%. جميل. فأنا هذا بالنسبة لي لأصول الشركة. بالنسبة لي الكلام اللي يقال في السوق يمكن أنت تذكر يعني. طيب خليني أقول لك شيء ثاني، أنتم مقصرين إعلاميا أجل. أنتم مقصرين يعني خلنا والله نقول... عشان كذا أنا معك اليوم. هذه أوكي غلطتني فيها، لكن أنا أقصد إنه عدم وضوح الصورة، هل هو مفروض تسوي شيء دار الأركان ولا هذه هذه مسؤولية المتابعة؟ خليني أنا أتكلم معك بكل صراحة يا أبو فوزان. انت اوقات انا شخصيا اجي اوقات والله ادخل مجالس والقى واحد قاعد يتكلم ساعتين عن الشركه، والشركه اساله سؤال تعرف مجلس الاداره؟ يقول لا. تعرف واحد فيهم؟ لا. طب قرات ميزانيه الشركه؟ لا. طب تعرف مشاريعها؟ يقول لك لا. طيب زرت واحد من مشاريعها مو كلها؟ يقول لك لا. طب منين جبت الحكي ذا؟ يقول لك والله جبت من واحد نجيب العلم. يعني خلينا نجيب العلم بين قوسين. ما أدري. يعني أنا أبسط حاجة، الشركة كانت تواجه حملتين قويتين. الحملة الأولى أصول الشركة، أصول الشركة الآن بشهادة مقيمين محايدين فيها زيادة 50% عما هي مسجلة عن البوك أو الدفاترنا. جميل. يجي يتكلم لك يقول لك والله الشركة تعاني من 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 إشكالية سيولة وكشف له. جميل. شهر 7 الماضي سددنا $1 مليار. مليار دولار يعني اليومين هذه تسلف دول راشد. ها؟ تسلف دول هذه؟ هذه دول ما بدول بعد صغيرة، دول أوروبية يا أخي. إسبانيا ما تقدر تسدد مليار اليومين. إسبانيا يا أخوي اللي حكمت العالم في يوم من الأيام، فازوا بكأس العالم على فكرة. طيب خلاص أنا أتكلم لك بكل صراحة، قبل شفت الحين في شهر 6 عفوا في شهر 7 مسددين مليار دولار. قبلها بشهر، بشهر 6 مفتتحين أكبر مول بالرياض. وأنت تعرف لما تفتتح أكبر مول في الرياض يعني مشروع ضخم، كم حجم الكاش اللي أنت صرفته عشان تفتتح في هالوقت؟ يا أخي بإمكان الشركة تأجل الافتتاح 6 شهور سنة. بالله عليك هل هذه شركة تعاني من كاش فلو؟ طيب. شركة تفتتح أكبر مول في أكبر مدينة في الشرق الأوسط ومن أكبر المدن في الشرق الأوسط اللي مدينة الرياض، وبعدها بشهر تسدد 4 مليار ريال او ما يقارب 4 مليار. خليني بسالك استاذ، يعني هذا هل هذه الشركه تعاني من اشكاليه نقديه؟ طيب انا اجاوبني على هذا، اتكلم بصراحه. انا اسال، هذه اشاعه. انا اسال ما جاوب. جميل. احنا تكلمنا هذا الكلام، حكينا هذا الكلام، حكيت هذا الكلام نفسه انا في وقتها في CNBC، وطلعوا كثير من الاخوان في الشركه وتكلموا هذا الكلام، ولكن للأسف أنها تنتقل من أنها تصدق الحقيقة اللي واضحة أمامها مثل الشمس
إلى أن والله هذه شركة. طيب كذا. هل لكم هل لكم استثمارات في دول الخليج؟ لأن عندي سؤال بعده. لكم عقارات؟ لكم شيء استثمارات؟ والله للأسف لا، إحنا مركزين على. لأن في كلام يقال أنكم اشتريتوا عقارات في الإمارات أو غير من الدول بأكثر من قيمتها وأنكم خسرتوا فيها، هذا كلام غير صحيح. غير صحيح. صحيح على الإطلاق. كويس. ما عندنا كل أصولنا واستثماراتنا العقارية في البلد. هل يوجد عقار في المملكة اشتريته بأكثر من قيمته وصار يخسركم؟ لما اشتريته المتر ب 400 صار ب 200، اشتريته ب 1000 صار ب 800؟ أبدا غير صحيح. كل عقاراتنا اللي موجودة ترى هذا متداول كثير، أنا عشان أبغى المشاهد أنا أعرف. إيه لا لا غير صحيح على الإطلاق، غير صحيح على الإطلاق. كل عقاراتنا اللي ماخذينها هالحين نعتقد كإدارة إنها بأعلى من قيمتها الدفترية. طبعا القيمة الدفترية عندنا اللي هي القيمة التاريخية أو لشراء الأصل أو القيمة السوقية أيهما أقل، يعني هذا المعيار السعودي. يعني التوضيح المشاهد أنه لا يوجد أي استثمارات لكم خارج المملكة نهائي علشان ما في مزايدات على المسألة. أبدا غير صحيح. ولا لنا أي نفكر أننا على الخمس سنوات القادمة يكون عندنا نوع من التنويع، لأنه عندنا بعد تركيز في السكتر وفي أو في القطاع وفي البلد. يعني كل أصولنا الـ 24 هذه كلها في قطاع العقارات في السعودية. فالشركة لديها الآن لعل إن شاء الله يمكن نفصح عن استراتيجيتنا هذه على نهاية حسنة بإذن الله. إن الشركة عندها فكرة تنويع بنسب بسيطة جدا وليست نسب عالية. يكون هناك تنويع في أسواق أخرى غير السوق السعودي، ومن يمكن أهم الأسواق اللي الآن أنا ما ندرسها الآن. أنا ما أنكر يا أبو محمد أنه سمعت هذا الكلام كثير وكثير أنه دار الأركان اشترت عقارات بأكثر من قيمتها وخسرت فيها، أو أن لها عقارات في دول مثل الإمارات وأنها خسرت فيها، أو أن بسبب الدروب اللي حصل في دبي. أنا أعطيها زي ما أنا عارف، ما لنا لا في دبي ولا في الإمارات العربية. أنا أحب دبي وعزها ما خلف بس هذا موضوع ثاني. موضوع كاستثمار لا لنا لا في دبي ولا في الإمارات ولا في قطر ولا في أبو ظبي ولا في الكويت ولا في البحرين. طيب ولا في عمان ولا في أي دولة أخرى. البحرين ولا البحرين. طيب الاستثمار اللي حصل في البنك هذا شيء أعتقد أنه شيء شخصي صح؟ لا هذا شيء شخصي، ما أنا ما له علاقة. ما له علاقة في الشركة إطلاقا. يعني كل مشكلة يعني دار الأركان أكثر من 30 شركة يا أبو يا أستاذ راشد. ما له علاقة استثمارات. طيب كثيرة يا أخي أنا أوكي. لا الشخص غير الشركة. إيه خلاص أوكي هذا ما له علاقة فيه. طيب لكن أتكلم لك أنا عن شركة دار الأركان. إيه دار لا عشان المشاهد إحنا نوضح له، لأنه يقول لك مثلا هذا هو يربط أو لا يعرف الفاصل بينهم. طيب ما للشركة أي استثمار خارجي. طيب أبو محمد الآن دار الأركان مشكلتها الأساسية الأزمة المالية في ذاك الوقت، ثم عدم وجود التمويلات في من الشركات التمويل أو البنوك أو غيرها، هذا اللي خلاكم تلجؤوا إلى إصدارات الصكوك؟ لا احنا جينا لإصدارات الصكوك قبل 2000 بعد ما سويتوا شيء. لا سوينا إصدار واحد فقط، أو عفوا إصدارين، إصدار محلي في 2009 بس بحجم بسيط بحدود 700 مليون ريال 200 مليون دولار 750 مليون ريال، وإصدار واحد بحدود 450 مليون دولار أيضا في 2010. وهذه الآن المتبقية من 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 كم بقى تقريبا عليكم من أصول الشركة. كم بقى عليكم التزامات الآن؟ ما يشكل أقل من 15% من أصول الشركة الآن تقريبا، يعني نسبة ضئيلة جدا. احنا الحين، وهذه واحدة يعني برضو من خلينا نقول من الصورة الذهنية لدى على الشركة ان الشركة تو ماتش لافرج او عليها ديون كثيرة. إيه؟ شركة قبل السداد الصك كان حجم الديون 30% من الأصول، 30% بعد ثلاث أضعاف. بعد المليار دولار صارت تقريبا 15%. يعني إيه بس 30% قبل المليار، أنا بأتكلم لك الحين، يعني مو بثلاث أضعاف، 30%. يعني هذا بعد السداد جدا جدا متحفظة على شركة تطوير عقاري. جيد، هذا إذا أخذنا بالاعتبار أن الأصول بقيمتها الدفترية، الأصول أصلاً بأعلى من قيمتها. جيد، فالنسب اللي حنا يعني نسب الاقتراض ضعيفة جداً الآن، نزلت إلى بحدود 15-16 عفواً أقل من 15%. طيب الحين عندكم مشكلة سيولة؟ لا ولا الحمد لله الحين خلاص انتهينا الحمد لله. انتهى كل شيء؟ إيه الحمد طيب لله.
ممكن كنا في السنتين أو السنة ونص اللي راحت، وهذا من أسباب أن ما وزعنا أرباح في السنتين اللي راحت، أنه كان عندنا سداد بحدود 4 مليار أو 3.7 مليار ريال اللي هو الصكوك. أيضا جانا بعد إضافة إلى الأربع مليار هذه أو 3.7 مليار ريال، سددنا للبنوك المحلية في 18 شهر الأخيرة بس قبل حلال الصكوك حدود مليارين ريال. يعني أضف 4 مليار إلى مليارين للبنوك المحلية كلها جاتنا البنوك المحلية طلباتها قبل السداد الصكوك. فهذا وهذا طبعا الحقيقة يعني سوى علينا ضغط مرة كبير. طبعا هذه أغلبها كانت مرابحات تجدد، ولكن طلبت من البنوك في وقتها وسددناها في وقتها. ما يعني ما سبق أن الشركة في يوم من الأيام تأخرت على أي دائن من دائنينها ولا يوم واحد، يوم واحد ما تأخرت. يعني طيب هل الآن عندكم مشاريع الآن جديدة تشترون أراضي؟ الحين ما شاء الله شوف وزارة التجارة كل يوم يحرج على الأراضي. إيه نعم. تشوفون فرصة؟ والله يا الحين نناقش أراضي كثيرة، نتكلم، ولا عمرنا توقفنا عن النقاش على شراء الأراضي. وإذا توقفنا عن شراء الأراضي يا أستاذ راشد معناته توقفنا عن الشغل، لأنه حنا ك. وهذا اللي بقصد. حنا كشركة عندنا ثلاثة خطوط: خط التصميم، وخط ليه الإنتاج التنفيذ التطوير، وخط البيع والتسويق. هذا الفريق وهذا فريق وهذا فريق. لو في مرحلة من المراحل ما كان عندك أراضي جديدة تصممها، هذا فريق ترى قاعد يشتغل قاعد من دون شغل. معناته أن الشركة تبي تصل في مرحلة من المراحل اللي يبيعون بيجون في فترة من فترات ما عندهم شيء يبيعون. بتوقف فاصل. مشاهدينا فاصل ونعود. تتفهم ما هي متطلبات النجاح. كيونت الشريك الرسمي للبيع المباشر لفريق ماروشيا F1. الأحوال وفقا لأحكام الشريعة، المعاملات المصرفية الإسلامية، التكافل والتأمين، منتجات التمويل الإسلامي، عقود المرابحة على شاشة CNBC عربية. هذا البرنامج برعاية بنك بروة. لأن يديك تصنعان حاضرك ومستقبلك، تجتهدان، تعملان، تعطيان، تتاجران، ترتبطان، تحميان، تزرعان وتجنيان. ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده. دين ودينار على شاشة CNBC عربية. هذا البرنامج برعاية بنك قطر الدولي الإسلامي. الدولي الإسلامي، تطلعاتكم في أيد أمينة. شريط المعلومات برعاية كتار هوسبيتاليتي.
هذا البرنامج برعاية STC. مشاهدينا من جديد مرحبا بكم في حوار مع الأستاذ يوسف فشلاس رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان العقارية. أبو محمد، الآن بعد ما تكلمنا عن دار الأركان وكل اللي تكلمنا فيه واضح إن الشركة ماشي بطريق الصحيح، ما في شيء، ولله الحمد. هذا اللي يعني نعتقده، وهذا اللي أعتقد أنه واضح وضوح الشمس، إلا اللي زي قولتهم ما يبي يصدق حتى تشتغل فيه، أو ما يبغى يقتنع. يعني شركة صدقت التزامات، الواقع اللي قلته أنت، ما في غيره، ما في غيره شيء ثاني. يعني شركة سددت كل التزاماتها في حينها في أعنف أزمة مالية مرت على البشرية، زي ما ذكرت لك أزمة مالية، شركات راحت انتهت، الآن دول تعاني، دول مهددة بالإفلاس، شركة كانت سددت كل التزاماتها في حينها، وفت بالتزامها أمام مشاريعها أيضا وطورتها، وفت أيضا بالتزاماتها أمام مستقبلها، كما تشتري أراضي جديدة. هذا اللي بتكلم عن المستقبل، افتتحت مشاريعها on time. يعني فاحنا ملتزمين. طيب كلمني عن المستقبل، احنا الحين تكلمنا عن كل اللي حصل كثيرة ماضية، أربع سنوات ماضية، ايه؟ تكلمني عن المستقبل. والله أعتقد أنه زي ما ذكر واحد من الأخوان، we are in the sweet spot، يعني حنا في 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 المربع الذهبي أو من 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 التاريخ. شركة سددت كل التزاماتها، قطعت شوط وبنت يعني أدواتها وطورتها لأكبر قطاع في بلد، خلينا نقول يشكل من أكبر 20 اقتصاد في عالمي. يعني بلد ضخمة جدا زي المملكة العربية السعودية، ما شاء الله تبارك الله، الآن تتكلم عن بلد يعني من أكبر 20 دولة في العالم. أكبر قطاع في هذه في هذه البلد القطاع العقاري، مو فقط في السعودية، في وير القطاع العقاري هذا هو أكبر ثروة بيد البشر. أكبر ثروة، بالضبط أكبر ثروة بيد البشر. يعني أنا أعطيك كمثال، الآن لو جيت طريق الملك فهد في مدينة الرياض مثلا، العقارات فقط اللي فيه هذه يمكن أكبر من حجم سوق الصناعة كله في البلد، فضلا عن باقي مدينة الرياض ولا جدة ولا مكة ولا أسعد، أنت باقي المدن المملكة تخيل حجم. خلينا من المملكة، أنا أجيك إلى بلد زي أمريكا، العقارات اللي في مدينة نيويورك بالحالة هذه بحجم سوق الصناعة الأمريكي كله. طيب أبو محمد، الحين خلنا نتكلم على بعد ما نتكلم عن المستقبل، الآن هل شركة دار الأركان الآن عندها مشاريع خلنا نقول تواكب موضوع الأزمة المالية، الأزمة السكن اللي موجودة في المملكة، اللي الآن تعتبر هم الجميع وهم الدولة وهم المواطن وإلى آخره، أنتم تشوفون هذه فرصة ضخمة كبيرة لكم وإلا فرصة بتحفظ؟ والله لا، ما في شك أنها فرصة كبيرة جدا لنا. احنا طبعا ما في شك أنها تحدي وأزمة، ويمكن قبل أربع سنوات التقيت فيك يا أبو فوزان وقلت لك هذا الكلام، قلت أنه حلول هذه الأزمة ما بالتبسيط المسألة لا، هي بتحتاج إلى حزمة من التنظيمات والتشريعات، ولازم تبدا. للاسف ما جت هالحزمه الا الان، يعني الان تعتمد اي متاخره جدا، وبدء وتطبيقها ايضا بياخذ وقت، وفي تحديات كبيره جدا يعني الحقيقه، لكن احنا ننظر لها من ناحيتنا احنا كشركه، ما في شك انها فرصه سهله. يعني قصدي تمارسون هالبزنس ولا لا؟ لا ما في سهله، يعني تبني وتبيع سهل؟ للاسف ما من اصعب الاشياء، اجراءات معقده. المطور العقاري يا استاذ راشد يمر على الدوله كلها، نجي وزاره التجاره، وزاره البلديات، الامانات، البلديات الفرعيه، كتابات العدل، القضاء، المحاكم، اوقات الدفاع المدني، الدفاع المدني، الكهرباء، الصرف الصحي عزك الله، والمياه والساوي المستمعين، الصرف الصحي، المياه، يعني يمر على قولة اخوان المصريين كعب داير على الحكومة. يعني هذا يعتبر عائق كبير. فهذا يعني انت لما تيجي عشان تعتمد مخطط تقعد ثلاث سنوات، يعني هذا تعقيد. يعني هذا اذا انت بعد امورك زينة، ويعني وقت اكثر،
هي ليست يعني المسألة عندنا مخططات في بعض المدن صار لها 5 سنين. في عندنا مخطط هالحين والله صار لها 6 سنين من 2007 إلى يومك. ما خلص. 2007 شوف 2007 كل الخدمات والبنية التحتية منفذة، الكهرباء والمياه والإنارة والرصف والتشجيع كل شيء. طيب وين المشكلة؟ وفي استلامات بس اعتماد نهائي. تخيل بس ورجع اعتماد نهائي. تاخذ اسبوعين شهر. صار 6 سنين. ما راح اقول لك وين بس في النهاية هذا الواقع. مو مشكلة وين؟ مشكلة لا لا يمكن لأنه فيك يمكن بعض المشاهدين عارف وين لأنه عارف وين هو فيه. يعني فهذا هذا للأسف. شو تسوي طيب هالحالات؟ يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. شو نسوي؟ لازم نتعامل مع الواقع كما تنتظر. هذا أو هذا من أهم المعوقات. بطء الإجراءات. يعني إذا أنت تسألني وش طبعًا لكم وغيركم شوي هذا هذا من أهم طبعًا لكم وغيركم في طب حيح علينا على غيرنا إيه لا لا علينا إحنا يعني لا ما في شيء خاص إيه على السوق كله. طبعًا من أهم المعوقات أيضًا التمويل كما ذكرنا. يعني المطور العقاري ما يقدر يشتغل بالحالة بفلوسه بس لازم يكون في تمويل. يعني لأن المشاريع تأخذ سنوات فتجمد فلوس واجد معقول لازم يصير في تمويل. رقم 3 من ضمن المعوقات وبطء الإجراءات وضعف التمويل تعقيد البيع على الخريطة. هذا واحد أداة من أدوات التمويل. الآن بالنسبة للمطور مو مجدي إني أبيع على الخريطة أو في بلان هذا السيلز أو كذا مو مجدي. أنا ليش أبيع على الخريطة؟ أنا بعطي تخفيض 5% خلنا نقول تكاليف التمويل وبعطي تخفيض أكثر 5% يعني بعطي تخفيض عن سعر الوحدة السكنية أقل شيء 10%. ليش؟ عشان أخذ دفعات مقدمة عشان أمول فيها التنفيذ. طب إذا أنا ما أخذ الفلوس أجل شو لا أعطي تخفيض أجل شو لا أبيع لا يا أخوي أبني وبعدين أبيع. فالستركشر اللي موضوع فيه معقد مرة جدا. يعني آلية طبعا للأسف حنا دائما نتيجة يعني الإهمال السابق نجي نعقد الإجراءات. صار فيه خلل في السابق وكان فيه من للأسف ضعف النفوس استغل هذا الخلل عقدت الإجراءات بدرجة أنه خلاص صار ما بمجدي للمطور أنه يسوي أوف بلان أو بيع الخريطة. ما بمجدي أبدا ما بمجدي. نفس المشكلة المساهمات العقارية كانت يعني الحقيقة قناة للتمويل المطورين. صحيح أنها للأسف استغلوها ضعف النفوس وكذا وكذا إلى آخره لكن لا نظر لا نشوف المساهمات المتعثره يعني حتى المساهمات الزينه اللي مشت بشكل جيد. يعني مشكله يعني احنا كشركه ترى يمكن عشرات المساهمات ولا في ولا واحده تعثرت ولا الحمد كلها مشت وكلها صفيناها من قديم يمكن من اكثر من 7 أو 8 سنين وان تايم كشركه عقاريه والحمد لله واعطينا المساهمين اموالهم في حينها وانتهت ولا عندنا ولا مساهمه متعثره. طيب ابو محمد لكن هذه اغلاق هذه القناه وفتحها لدى وتعقيدها بشكل ضخم جدا. الحين كم حجم الصناديق العقارية؟ حجم بسيط ما يسوى ما يجي 1 بالـ10,000 من حجم السوق مو بواحد بالمية ولا 1 بالـ1,000 يعني حجم تأيد عودة تأيد عودة المساهمات القديمة. لا لا, لا 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 إطلاقا هذا مجال للفوضى والتلاعب. لا أنا ما أقول كذا يا عشان توضح الصورة. لا, لا 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 أنا أقصد أنه جتنا مشكلة فرحنا علشان نسكر هذه المشكلة عقدنا الإجراءات بشكل كبير مرة في موضوع البناء على الخريطة لدرجة أنه المطور صارت ما حد بمجدي له أنه يقعد يبذل هالجهد يا أخوي وفي النهاية ما راح يحصل على المال راح يوضع في إسكرو أكاونت لما تنفذ الوحدة السكنية أجل وش الفائدة أنا بأخذ عشان أمول فيه الوحدة بناءها هيك اللي بيغلق على عليه وبيكون لا يبقى لدى بنك فما بمجدي لي انا وش استفدت انا اساسا اني ابيع على الخريطه يعني يمكن لو تحول مستثمر اجنبي جاك تسهيلات اكثر لا عاد هذا موضوع ثاني احنا طيب هل تعتقد انه العبء الازمه السكن اللي الحين زي ما هي من 4 سنين 5 سنين قابلت قبل 4 سنين الى اليوم والوضع تازم اكثر الحلول وش هي؟ يعني عشان نقول حل من الدولة وحل من القطاع الخاص وحل من كل يعني الحل خلينا نقول نصب في حل هالأزمة وش تحط 1 2 3
ارجع اجاوبك نفس الكلمه، ما في عصا سحريه تبي تعالج الموضوع. نفس الكلمه قلتها لك ترى ابو فوزا، ما في عصا سحريه كذا بتقول والله حل وخلاص. هذه لازم حزمه كثير طويله ومعقده من الاجراءات، بس اهمها تسريح الاجراءات. يعني انا لما اجي عشان اخذ البرميت او تصريح البناء ولا تصريح التخطيط اقعد 3 سنين ولا 4 سنين. طيب اجل تنفيذها بياخذ لها 4 سنين، يعني مشكله تنفيذ يعني اقعد لي 8 سنين. لا لا، هذا واحده منها بس اللي انا قلت لك، هذا تسريع الاجراءات. اثنين، اهم حاجه فتح قنوات تمويل. جميل. ثلاثه، تنظيم اجراءات نقل الملكيه لدى كتابات العدل وهذه يمكن بعد يسهل موضوع التمويل. طبعا لا يعالج، يعني مشكله البنوك ليست مشكله ملكيه، ما عندها مشكله ملكيه اطلاقا البنوك، هذا موضوع ثاني. لكن في مشاكل في كتابات العدل لا تزال. ولكن مشكلة التمويل ليست مشكلة الأصول والرهن، لأنه عندهم أصول. يعني طبعا دائما اللي الأراضي اللي عليها مشاكل، خلينا نقول بين قوسين، الأراضي الخام. بس أراضي طورت وعدت تخطيطها خلاص، هذه ما عليها مشاكل، لأنها مرت بإجراءات تم التأكد من ملكياتها وتم التأكد واعتماد تخطيطها، فتكون في الغالب خلينا نقول 99% من مشاكل الأراضي خام. أراضي مطورة ما عليها مشاكل. أنت تعطي أراضي مطورة هالحين للبنوك يعني ما عليها مشاكل، ومع ذلك ما تحصل على تمويل. أنا أتكلم معك بكل صراحة. طيب. فهذه مشاكل التمويل، تمويل المطورين مو بتمويل طالب السكن، هذا بعد موضوع ثاني. وتسهيل الإجراءات، أيضا تنظيم خلينا نقول الجوانب الفنية. يعني اللي هو الكود البناء او الستاندرايزيشن، يصير في ستاندر واضح ومحدد. ما في كود بناء واضح، وهذا بحد يسبب مشاكل. معظم المباني بدون كود اي للاسف، وهذا يجعل عندنا الوحده السكنيه مع مرور الوقت تقل قيمتها ولا تتعاظم. في اي بلد في العالم الوحده السكنيه مع مرور الوقت تتعاظم قيمتها، عندنا الوحدة السكنية تتهاوى قيمتها للأسف. ولذلك لما تجي إلى 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 وحدة سكنية صار لها 20 سنة، من المفترض أنها سعرها يرتفع، صارت لا يقل، وتقل كثير بعد للأسف. وهذا بسبب عدم وجود ضوابط للبناء جيدة. فصارت البناء يتم بطريقة طريقة عشوائية وارتجالية، وهذا سبب مشاكل كثيره جدا. طيب ابو محمد، ايش رايك بالرهن العقاري؟ تعتبره حل، جزء حل، ولا هو ما في جديد؟ ما في شك انه هو اهم من اهم العناصر للحلول، ولذلك ما تطرقت له لاني افترضت انه خلاص انه اعتمد ولله الحمد. المساله مساله الحين التطبيق، ما يأثر طبعا عليكم؟ بيكون في مشاكل في التطبيق. ما ياثر عليكم؟ لا بالعكس، ياثر علي اثر ايجابي. بالرهن الصكوك اللي عندكم مثلا تاخذون على تمويل مقابلها؟ ما في شك انه اثره ايجابي علينا وعلى المستهلك وعلى الجميع. البنوك تتوقع تتجاوب؟ ما في شك، ما في ادنى شك. يعني البنوك اكبر من يرحب في النظام، لانه هذا ينظم العلاقه ما بين المطور والمالك والممول والمقرض فمساله للاسف عدم يعني وضوح الرؤيه، هذه يدفع ثمنها الجيد ائتمانيا. يعني السيء ائتمانيا يستفيد، وللاسف والجيد ائتمانيا اللي يعني الرجال الوفي اللي سدد هذا يدفع يعني ثمن سيء. فهذا النظام سيوجد آلية بالعكس يعاملهم بطريقة نوعا ما عادلة، تبدا الامور تتعدل يعني، فيبي يحسن كثير من المشاكل اللي موجودة في السوق. طيب. هل تعتقد العقار عندنا مبالغ في اسعاره، ولا تشوف ان هذا طبيعي؟ والله اعتقد انه لانه احد العقاريين قال المعروفين، انه طبعا كلام قبل 6 شهور يمكن، انه العقاري سيصحح من 30 الى 40%. طيب انخفاضا يعني؟ اي اراضي. والله ما ادري، بس ما اعتقد يعني الاسعار اعتقد لا تزال في الحدود المعقول. يعني ما اقول انها منخفضه، عفوا زي يمكن في البعض اللي يقول لك منخفضه الاسعار، لا لكن لا زالت معقوله. يمكن يعني تشوفها منطقيه الاسعار الحاليه بشكل عام معقوله. وانا ليش عفوا ما هو المعيار عشان نقول معقوله وغير معقوله؟ هنا السؤال،
جميل جدا. إذا مدينة زي مدينة الرياض يسكن فيها 5.5 إلى 6 مليون نسمة، أرخص من، ما بقول لك دبي ولا أبو ظبي ولا الدوحة ولا حتى المنامة، لا يا أخي، أرخص من عمان في الأردن، أرخص من القاهرة. وش اللي أرخص؟ كأسعار الأراضي، تقصد عقارات بشكل عام، من أراضي، من وحدات سكنية، من أرخص من القاهرة، يعني أرخص من الخرطوم. هالحين أنا أقول لك أرخص من الخرطوم، يعني دوبلكس الرياض أرخص من الخرطوم، مع أنه مفترض أنه الرياض تصير 3 أضعاف الخرطوم. ما برخص من أرخص من صنعاء في اليمن. وش مستوى المعيشة؟ أي وش القوة الشرائية هناك يا أخي؟ وش القوة الشرائية؟ يعني عندنا 6 مليون، يمكن في مدن فيها أكثر من 6 مليون زي مصر مثلا، القاهرة، لكن مش حجم القوة الشرائية للعشرين مليون اللي في القاهرة. إحنا ولا ما أخذ عندنا السواق يأخذ 1500 1200 1300، هذا أقل مستوى دخل. فأنت عندك 6 مليون بس عندهم قوة شرائية مهولة. لكن تكلفة المعيشة تختلف. كيف؟ تكلفة المعيشة هنا عالية وهناك منخفضة. طيب هذا المفترض انه معناته انه السعر العقار يكون اغلى من 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 المدن هذه. لا هنا دخل، هنا الان انا اقول لك ارخص، هنا دخل المواطن يعتبر ضعيف احلى مقارنه بدول الخليج. خلينا من دول الخليج، دول الخليج اعلى بكثير من من اسعار العقار الريال كدخل وكاسعار عقارات ايضا. انا ما اعطيتك مقارنات بدول الخليج، اعطيتك دول في المنطقه. ترى بيزعلون منك. ها؟ بيزعلون منك. بغض النظر، انا ما ودي، انا اكثر من، شوف احنا كمطور العقاري كتاجر طبعا، لا لا لا، مطور العقاري عدوه اللدود ان تكاليف البناء ترتفع. وعندنا بالنسبه لنا 25% 20% اسعار الوحده السكنيه ارض. انتهى وقتي. شكرا لك أبي محمد. حياك الله. مشاهدينا الكرام أيضا شكرا لكم ولمتابعتكم، وإلى اللقاء.